بنات مصر، وإن إحنا يبقى عندنا فرصة لعرض التجربة المصرية الفريدة الحقيقة لأشقائنا من كل الدول العربية والأفريقية. مفيش دولة عملت هذا الحجم من المدن الجديدة في العالم زي ما اتعملت في مصر في هذه الفترة الزمنية. منتدى بنات مصر منذ بدأنا به لحد النهاردة الحقيقة يعني ساعد في ان شركتنا يبقى موجودة على الساحة بره. خلال الملتقى نقدر نتعرف على فرص الاستثمارية اللي تخلينا منتجين في هذه الدول من خلال خبراتنا ومن خلال استثماراتنا في هذه الدول.